بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. شعبنا المظلوم وأحبتنا وأهلنا في العوامية ينتصرون ويستنصرون، ونحن جميعا مساءلون أن ننصرهم وأن ننتصر في بداية الأمر لديننا وكرامتنا التي تتحقق بالانتصار إلى هؤلاء المستضعفين المظلومين المضطهدين المحاربين من قبل هذا الإرهاب السعودي الظالم والغشوم. نحن يجب علينا أن ننتصر لهم بالكلمة، بالموقف، بالقلم، بالتظاهر، بالمال، بكل وسيلة. نحن كأحرار كشرفاء مساءلون، وقفوهم إنهم مسؤولون. أما العدو السعودي الذي يعتقد ويتوهم أنه بقتل الأحرار أحرز نصرا، أو بتهجير المواطنين انتصر وحسم المعركة، فنقول لكل مهجر وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم. إن السعوديين الذين يقتلون ويهجرون إنما هم يقتربون ويقربون موعد زوالهم. نحن في ثقافتنا التي لا يفهمها هؤلاء الطغاة أن النصر الإلهي يأتي بعد اشتداد الأزمة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فآل سعود حينما يزداد طغيانهم وقتلهم وحروبهم التي ينشبونها في كل العالم، والفتن الطائفية التي يشعلونها هنا وهناك، إنما هم يقتربون من موعد زوالهم، ونقترب نحن من موعد نصرنا. وما آل سعود وطغيانهم وإرهابهم بأكثر وأقوى وأعتى من عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد.